سنة 19 20 كانت سنة زاخرة بالتحديات. احنا كنا بنبص على الخريطة بتاعت السنوات الدراسية من اول كي جي 1 لحد الثانوية العامة في مجموعات، يعني في مجموعة اللي باللون ده من كي جي 1 لتانية ابتدائي، دول بياخدوا منهج التعليم الجديد ولهم اسلوب مختلف في تقييم. المجموعة اللي في ثانوي اللي هي أولى وتانية ثانوي، دول كان معاهم التابلت وبيستخدموا أدوات مختلفة. الثانوية العامة حضراتكم عارفين طبعا تم تنفيذها على الأرض بالشكل التقليدي. المنطقة اللي في النص اللي هي من تالتة ابتدائي للإعدادية استخدمنا فيها أدوات كتيرة جدا في ضوء الأزمة اللي تعرضنا لها، وعشان كده عملنا منصة مكتبة رقمية وعملنا قنوات تعليمية وعملنا منصة إدمودو ومنصة بث مباشر واستخدمنا مشروعات، وبعدين عملنا امتحانات إلكترونية في أولى وتانية ثانوي لحوالي 1,200,000 طالب. والثانوية العامة الحمد لله هي والدبلومات الفنية تنفذت على الأرض. فكل ده حصل في الشهور الأخيرة، ده اللي هنبني عليه لما هو قادم إن شاء الله.